أشرطة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم وتتابعون معنا. محاولة أخيرة في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، تشاؤم غربي من حدوث أي اختراق وتهديد إيراني. المجلس الرئاسي الليبي يحذر من عودة البلاد إلى مربع العمل المسلح. حركة النهضة الرئيس. الاتحاد التونسي للشغل يرفض المساندة المطلقة لإجراءات الرئيس الاستثنائية، وحركة النهضة تلوح بعودة البرلمان. وفي نشرتنا أيضا اختتام فعالية معرض حلال إكسبو 8 بإسطنبول. أهلا من جديد. تعود القوى العالمية وإيران إلى فيينا اليوم الاثنين في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي، ويقول دبلوماسيون إن الاتفاق المبرم عام 2015 بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018، الأمر الذي أغضب إيران وأفزع القوى العالمية الأخرى المعنية وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وحدد فريق التفاوض الإيراني الجديد مطالب يرى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون أنها غير واقعية، ويصر الإيرانيون على إسقاط جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017، بما فيها العقوبات التي لا ترتبط ببرنامجها النووي المقبل. قتل شخصان وجرح 14 آخرون، بينهم 11 إصابتهم خطرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون في بلدة تيرا غربي النيجر طريق قافلة عسكرية من قوة برخان الفرنسية متوجهة إلى مدينة غاو في مالي بحسب حكومة النيجر. وأضاف البيان أنه في محاولته تحرير نفسها استخدمت القوة، وتابع للأسف قتل شخصان وجرح 18 آخرون، إصابات 11 منهم خطيرة، مشيرا إلى أنه فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات. عن موضوع المفاوضات بين إيران والقوى العالمية معنا عبر سكايب الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي من طهران. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي الزملاء في قناة الجزائر الدولية والمشاهدين الكرام. مرحبا بك. إذن جولة سابعة من المباحثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ما خصوصية هذه الجولة؟ نعم، هذه الجولة تأتي بعد التطورات العديدة التي شهدتها الساحة الإيرانية وكذلك على الصعيد الدولي والإقليمي. بالنسبة إلى الساحة الإيرانية، ذهبت حكومة المفاوضات المتعثرة والاتفاق النووي الهش، وانتهى عهدها، أي أقصد حكومة الرئيس روحاني. وكذلك في الولايات المتحدة جاءت حكومة جديدة أعلن رئيسها جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق، لكنه لم يقدم شيئا. إذن
بحسب التصريحات والمواقف هناك رغبة متبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي في العودة إلى الاتفاق النووي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التطورات الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا توحي بأن الجانب الأمريكي والغربي يرغبون بشكل عام في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بتعهداتها في الاتفاق مقابل رفع بعض الحظر والقيود المفروضة على الجانب الإيراني، وكذلك الأوراق التي امتلكتها طهران بشأن الاتفاق حيث قلصت من بعض تعهداتها ورفعت نسبة التخصيب ومخزونات اليورانيوم ارتفعت بشكل كبير، ما أدخل الهلع لدى الجانب الغربي وكذلك الكيان الإسرائيلي الذي أخذ يعني ينذر ويتوعد ويهدد، هذا يوحي بشعوره بالقلق الشديد تجاه ما وصلت إليه الأمور. لذلك فإن الجميع مندفع حاليا للتوصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق النووي، لكن فيه تشاؤم وتهديد غربي بفرض مزيد من العقوبات على إيران. ما هي شروط طهران لتحقيق تقدم يوصل إلى اتفاق يرضي طبعا جميع الأطراف؟ بالنسبة إلى العقوبات والحظر، التهديدات الغربية لم تعد بذات جدوى. أولا بلغت هذه يعني العقوبات والحظر الحد الأقصى ضمن سياسة الولايات المتحدة التي بدأتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قال وزير خارجيته وكذلك ترامب أننا فرضنا أقصى وأقصى عقوبات في التاريخ على دولة ما في العالم، ولم يبقى شيئا لم تنفذه الولايات المتحدة ضد طهران، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أصبح التهديد بفرض عقوبات وبالمزيد من الحظر بمثابة أسطوانة مشروخة، يعني الجانب الغربي يصرح بها كلما تعثر في اتخاذ مواقف عملية، ولكن هذه يعني التصريحات لن تؤثر وإنما تصب في سياسة الحرب الإعلامية والنفسية من جهة، وتصب في سياسة الاستهلاك الدعائي المحلي وإرضاء الحلفاء الإقليميين والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى. أما بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موقفها واضح تماما، هي بحد ذاتها لم تخل بالاتفاق في أي بند، ولكنها يعني تصرفت ضمن شروط معاهدة حظر الانتشار الدولي، وما تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق. دكتور أحمد، هل تعتقد أن ثمة نية جادة من الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي في هذه الجولة؟ يعني الاتفاق هو في الحقيقة يكمن في آلية العودة إلى الاتفاق، وليس بالتوصل إلى اتفاق جديد كما تريد الولايات المتحدة وكما حاولت فرض شروطها وإقحام ملفات أخرى أكدت عليها كملف ما تسميه التدخلات الإيرانية في المنطقة والترسانة الصاروخية، هذا رفضته طهران تماما. أما على صعيد الاتفاق النووي، تؤكد طهران أن الأطراف الغربية إذا أرادت العودة إلى الاتفاق فالمجال مفتوح أمامها، وبإمكان طهران أيضا الالتزام بتعهداتها في حال رفع الجانب الغربي ولا سيما الأمريكي العقوبات والحظر على طهران. طيب، واضح جدا. الأكاديمي والباحث السياسي الإيراني الدكتور أحمد مهدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من إيران عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك مرة ثانية. أصيب عدد من الأشخاص بينهم طفل وصحفيان السبت في عاصمة بوركينا فاسو في حوادث اندلعت بعد تفريق مئات المتظاهرين الذين نددوا بعجز السلطة عن مواجهة ما سمي بالعنف الجهادي الذي يجتاح البلاد.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة الأمة وسط العاصمة التي انتشر فيها عناصر الأمن بكثافة، إضافة إلى غلق جميع الشركات. قالت مصادر عسكرية سودانية لرويترز إن 6 قتلى من الجيش سقطوا في هجوم شنته قوات إثيوبية على نظيرتها السودانية قرب الحدود بين البلدين. مجلس السيادة من جانب آخر عين مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة، كما قام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتعيين مساعد له. نتابع. في ظل التوتر العسكري الذي تشهده الحدود بين السودان وإثيوبيا، أعلن الجيش السوداني السبت في بيان مقتل عدد من أفراده في هجوم للقوات الإثيوبية بمنطقة الفشكة المتنازع عليها بين البلدين. بيان الجيش السوداني لم يأتي على ذكر التفاصيل بشأن الخسائر في الأرواح، إلا أن مصادر عسكرية سودانية قالت لوكالة رويترز إن الهجوم أسفر عن سقوط 6 قتلى من القوات السودانية، من بينهم ضابطين. وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا تدهورا منذ أشهر بسبب التنازع على منطقة الفشكة الحدودية التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية، ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر. في سياق موازن، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا عين بموجبه أحمد مفضل مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة، قرار سبقه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإعفاء مدير الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما بعد مقتل 42 شخصا في قمع للتظاهرات المعارضة لانقلاب 25 من أكتوبر. ورغم أن الشرطة نفت إطلاقها النار على المتظاهرين، إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن السودانية بأنها استهدفت رؤوس وأعناق وصدور المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي بحسب قولها. حذر الاتحاد الأفريقي من انقسام إثيوبيا على غرار ليبيا، سوريا والصومال جراء تصاعد حدة القتال بين الجيش الحكومي ومتمردي إقليم تيغراي، كما حذرت الأمم المتحدة من انتشار المجاعة في صفوف السكان، مشيرة إلى أن أكثر من 9 ملايين شخص يواجهون الجوع. مع احتدام المعارك بين قوات جبهة تيغراي وقوات حكومة أبي أحمد وسط تقدم المتمردين واقترابه من العاصمة أديس أبابا، دخل الاتحاد الإفريقي على خط الأزمة، حيث حذر من مغبة انزلاق إثيوبيا نحو دوامة التفكك على غرار ما حدث في ليبيا، الصومال وسوريا بسبب تصاعد حدة الحرب الأهلية الدائرة رحاها في البلاد. تحذير الاتحاد الإفريقي في محله نظرا لأن الأوضاع في البلاد لا تزال غير واضحة رغم محاولة الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي عبر الرئيس النيجيري الأسبق أوليسغون أوبسانجو، وكذلك محاولة المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ومحاولة دول الجوار مثل كينيا وغيرها، إلا أن الوضع ما زال غير مطمئن. في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد جراء استمرار القتال بين الجيش الإثيوبي ومتمردي تيغراي، يتربص الجوع بسكان المناطق التي تشهد معارك طاحنة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دق ناقوس الخطر وحذر من انتشار المجاعة، مؤكدا أن أكثر من 9 ملايين شخص باتوا يواجهون شبح الجوع بسبب الصراع المستمر. تحذير الأمم المتحدة من انتشار المجاعة في إثيوبيا، فإن الأوضاع مأساوية وأصبح شبح المجاعة أمرا واقعيا لأن الصراع دام لنحو عام كامل، وأن معظم الإثيوبيين يعتمدون في حياتهم على الزراعة التي تدهورت بسبب الصراع الدائر في البلاد. وأمام تواصل المعارك في جبهات القتال بين المتمردين والجيش الإثيوبي، دعا الاتحاد الإفريقي موظفيه إلى مغادرة أديس أبابا والعمل عن بعد، بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة وسفارات غربية الموظفين والرعاية لمغادرة البلاد.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المسبقة في الجزائر الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 35.97% عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34.39% بالنسبة للمجالس الولائية بحسب ما أعلنت عنه السلطة المستقلة للانتخابات. وأوضح محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار دراسة الطعم. نحو 36% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية البلدية في الجزائر، وفق ما أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد بعد غلق مكاتب التصويت، فيما فاقت نسبة المشاركة في تجديد المجالس الولائية 34%. النسبة الوطنية عند غلق الاقتراع بنسبة المشاركة 95.97%، انتخاب المجالس الشعبية البلدية. فيما يخص المجالس الشعبية الولائية هي 34.39%. خروقات يعني أحد المترشحين بدافع لم نطالع عليه بعد يعني ضرب الصندوق الاقتراع وشقه كذا، وبالطبع هذه ثاني جنحة خطيرة ما يسمحش بها، وحيل على سيد النائب العام ليتصرف. وتعد هذه الانتخابات ثالث محطة ديمقراطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد الجزائريين بدولة قوية اقتصاديا تمنح الحرية للمواطن. وتحيل نسبة الانتخابات المرتفعة مقارنة بالتشريعيات الفارطة إلى الأمل الذي يحدو المشاركين في الانتخابات في التغيير الفعلي استجابة لمطالب الحراك الشعبي بعد عقدين من الفساد المستشري في عدد من المجالس المنتخبة. الانستيتيوشن دو باز دو ليتا سي لا كومين، كومين ومن بعد لا ولاية الكوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قوية اليوم، لأن مثل ما قلت صلاحيات تطلب إمكانيات، والإمكانيات ما هيش موجودة عندهم. الإمكانيات تقريبا كلها ممركزة ضرائبيا وغيرها. إن شاء الله هذا الشيء كل نراجعه إن شاء الله في 2022 تكون مراجعة جذرية بالنسبة للجماعات المحلية إن شاء الله. وستعلن سلطة الانتخابات عن نتائجها الأولية في وقت لاحق، بينما ستكون النتائج النهائية بعد دراسة المحكمة الدستورية الطعون المقدمة. أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس متخوف من عودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح، داعيا إلى التنافس السياسي السلمي. وقال المنفي في خطاب بمؤتمر وطني للشباب أقيم في العاصمة طرابلس السبت أنه ينبغي المبادرة باتخاذ قرارات وصفها بالمناسبة تضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي دون عدوان أو مغالبة. على بعد أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، لم يخفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تخوفه من عودة الصراع المسلح في ليبيا في خطاب له بمؤتمر شبابي أقيم في العاصمة طرابلس. تخوفنا الحقيقي من العودة لا قدر الله إلى الصراعات القديمة التي تعب منها الليبيون وضاعفت من أزمتهم خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتم علينا من منطلق المسؤولية المحمولة على عاتقنا أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم وتمكن المصالحة وتضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي. أما عن إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، فقد أكد محمد المنفي أن التنافس السلمي الديمقراطي ونجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكونان المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها البلاد. إننا جميعاً نعمل جاهدين من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بحق عن إرادة الشعب الليبي. هو أقل من شهر يفصل الليبيين عن موعد أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في البلاد،
وعلى الرغم من كل الخلافات الحاصلة بين الأطراف، فإن مسعى إخراج ليبيا من بوتقة الحروب التي مزقتها لن يكون في مصلحتها وحسب، ولكن لدول الجوار أيضا. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساء السبت أن الاتحاد يرفض المساندة المطلقة لإجراءات الرئيس قيس سعيد، في حين قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد إن مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره. لا شك على بياض يقدم للرئيس، يقول الاتحاد التونسي للشغل في رسالة للرئيس التونسي قيس سعيد بعد 4 أشهر على إجراءاته الاستثنائية وما أعقبها من انقسام سياسي وشعبي داخلي بين مؤيد ومعارض. أصبحت الوضع في تونس سياسيا يعيش حالة من الانغلاق، حالة من عدم الرؤية، من وصفها حتى السيد نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأنها حالة ظلام. وقد قال الطبوبي في خطاب أمس أنه لا يمكن أن يسير وراء شخص يقودنا في الظلام، وهذا يقصد قيس سعيد. أعتقد هذه الحالة من الضبابية السياسية لابد أن تنتهي، وقد كانت هناك محادثات كثيرة مع أطراف أجنبية مع السيد الرئيس قيس سعيد، كما هناك محادثات داخل تونس ومطالبات بإنهاء هذه الحالة الاستثنائية. من شمال البلاد وتحديدا من ولاية بنزرت، يتحدى رئيس حركة النهضة الرئيس التونسي الذي جمد البرلمان يصرح راشد الغنوشي بملء فيه أن مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره، وأن البرلمان سلطة تأسيسية أنجز الكثير بينما عمل أعداء الثورة على تشويهها. في المقابل أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً ضمنه رفضه المساندة المطلقة لإجراءات الرئيس، مطالباً إياه بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية. حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي تريد أن تعود على الساحة من الباب الكبير، ونتذكر جيداً كل المظاهرات التي حدثت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وكانت تظاهرات تصاعدية من ناحية الشكل والعدد. وأعتقد اليوم بعد الهوان والضعف اللي شهدته حركة النهضة منذ يوم 25 جويلية بدأت تعود تدريجيا وبدأت تلملم صفوفها وتجمع قوتها، والآن أصبحت أعتقد هي قوة معارضة جديدة لقيس سعيد. تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية يرى مراقبون أن تونس لا يمكن أن تصمد أمامها طويلا مهما كانت خيارات الرئيس قيس سعيد وقراراته. فوسط حالة الانسداد المستمر أظهرت آخر الأرقام أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 18% وبلغت مستوى غير مسبوق لدى الشباب، يتجاوز 42% منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد. في الاقتصاد، اهتزت أسواق السلع والأسهم إثر المخاوف من موجة انهيار حاد لتداولات بشأن توقعات الطلب العالمي وتراجع الأسواق المالية. تراجعت أسعار سلة الغذاء إلى أدنى مستوى لها منذ جويليا الماضي، في حين تعقد السلالة الجديدة من جهود البنوك المركزية لإيقاف سياسات التيسير النقدي. في نهاية نفق طويل وبائي ومؤلم اجتماعي دام عامين من الركود الاقتصادي، أسواق المال والأعمال عبر المعمورة تتفاجأ بسلالة أوميكرون الجنوب أفريقية، عاصفة بتداولات أسعار المواد الأولية بانخفاض أسعار سلة المعادن ب3% في جلسة واحدة. في المقابل فقدت أسعار الغذاء نحو 3% ونصف نقطة مئوية، متراجعة لأدنى مستوى لها منذ جويليا الماضية. انحدار شكلت السلع الصناعية أكبر الخاسرين فيه بفعل تراجع الطلب عليها بتفاقم مخاوف تقطع سلاسل الإمداد، في وقت بددت السلالة الجديدة جميع مكاسب تعافي الطلب على النفط. انخفاض حاد وشامل دفع بالكثير من المستثمرين ومنصات التداول لعمليات بيع مكثفة في البورصات العالمية، في تحركات شملت حتى التخلي عن الذهب بوصفه أكثر الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.
تأثير الجائحة الجديدة القديمة على الأسواق امتد لخلط أوراق السياسات النقدية في كبرى الاقتصاديات العالمية بتزايد الشكوك حول تأجيل محتمل لإيقاف نهج التسيير النقدي الذي تبناه الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي إبان فترة الجائحة، وما يترتب عن ذلك من تأجيل قرارات رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي ولدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية الموحدة. تفاقم حجم المديونية العامة في المغرب ليصل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت نسبتها 77% من الناتج الداخلي الخام، مستوى وصفته السلطات المغربية بالمقلق، معتبرة اللجوء للاستدانة الخارجية بالسبيل الحتمي لسد الحاجيات التمويلية لموازنة الدولة العامة المقبل. في موضوع آخر، تحل الجزائر ضيفة شرف في مهرجان العودة أو العودة السينمائية الدولي بغزة بفلسطين المزمع عقده من 6 إلى 12 ديسمبر المقبل، ما اعتبره منظمو المهرجان تكريما لها ولمواقفها الأخوية مع الشعب الفلسطيني. المهرجان الذي سيكون تحت شعار انتظار العودة عودة سيعرض عدة أفلام جزائرية قصيرة، من بينها فيلم أوبن لحسام الدين عباس وفيلم سنعود لعبد الجليل بولحبال. يختتم اليوم في اسطنبول معرض حلال إكسبو 8 الذي شاركت فيه الجالية العربية المقيمة في تركيا. المعرض الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي بإسطنبول يستعرض الأعمال الفنية والحرف اليدوية. المشاركة العربية كانت برعاية اتحاد المرأة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية مختلف الجاليات العربية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.